الأعضاء المتطوعين برنامج أبراج. في البداية أطلب الشكر الجزيل إلى ممثلي المجلس الإقليمي على نجاحهم في هذا الورش اللي هو ورش وطني، ورش اللي أعطى واحد الصبغة واحد دلالة حسنة على المجتمع المدني وكذلك على تبني مقاربة تشاركية بين مؤسسات كثيرة على رأسها عمالة مدينة فاسافي. ومن هذه المرة كنتمنى بالشكر الجزيل للسيد العمل وكذلك إلى ممثل السلطة السيد القائد ديال الملحقة الإدارية الخامسة، شكرا لكم على الحضور. الشكر الكبير للمجلس الإقليمي والممثل والممثلة السيد ممثل عمالة الأسفي، السيد ممثل المجلس الإقليمي، السيد ممثل الوكالة الوطنية لعمالة التشغيل، السيد ممثل الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي، السيدات والسادة الأجراء المنظمين وعضو الاستقبال وحامل المقالة، السادة الحضور كل باسمه وصفته، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم جميعا في قضاء جمعية أيادي أعضاء التنمية المستدامة أسفي. في إطار فعاليات حفل الثاني لبرنامج الأوراس المتعلق بتدعيم المؤسسات الصحية لمساعدة العلاج وحامل المقالة وإرشاد المقالة. كما تعلمون أن اليوم بداية واليوم سيتم إسداد الستار عن هذا الورش الذي يأمل أنه تبع احتياجات خاصة. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد القائد ممثل السيد العامل باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية لبرنامج أوراش، السادة أطر المجلس الإقليمي باعتبار المجلس الإقليمي ورئيسي المحتضن والمشرف على هذا المشروع، السيد رئيس هذه الجمعية جمعية الأعيان البيضاء وبمعيته هذا المكتب المسير، السادة ممثل قطاع الصحة، السادة رئيس أو ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره أنه إحدى المكونات لهذه القيادة المحلية لهذا المشروع. احنا اليوم في تواجد وفي الحقيقه هي احنا صرنا كلجنه مختلطه مكلفه بتقييم وبتتبع اشغال اوراش سلسله من اللقاءات في اطار حضور اختتام اشغال هذا المشروع الوطني الملكي الواعي الذي تعطت انطلاقته منذ شهر واحد في اطار واحد الدوريه مشتركه حكوميه بين الوزاره والوزاره أنا رئيس ورئيس الحكومة ثم وزارة التشغيل ثم وزارة الداخلية واللي قطع واحد المراحل عدة منذ انطلاقته إلى حين انطلاق ديالو الرسمي من طرف السيد العامل واللي صافت عيدين وطنيين مجيدين وعيد العيد العرش ثم اختتم وصادف كذلك في نهايته عيد المسيرة. فعلا هذا الورش حنا تبعناه وكانت انطلاقة ديالو في واحد الوقت معين إلا أننا من خلال هذا التنزيل لاحظنا وتتبعنا هذا الورش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد السلام قويرير رئيس جمعية الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة أسفي. اليوم كما كتلاحظوا كاين اختتام برنامج أوراش، حفل اختتام برنامج أوراش اللي كيعرف جميع القطاعات اللي شاركت في هذا البرنامج الملكي. والحمد لله كما كنقولوا داز كل شيء الامور على ما يرام. وبالنسبه للاوراش اللي كان جمعيه الايادي البيضاء هو تدعيم المؤسسات الصحيه خصوصا بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس، الحمد لله لقات واحد الاستحسان كبير من طرف جميع الموظفين بهذا القطاع. ولا تفوتني الفرصه الا ان اقدم جزيل الشكر للمجلس الاقليمي للوكالة الوطنية لصندوق التضامن الاجتماعي وكذلك لوكالة إنعاش التشغيل. وكنطلبوا من الناس المسؤولين ديال الإقليميين هذه البادرات التعاود لما لا السنة المقبلة والسنة اللي جاية باش يستفدوا أكثر وأكثر إن شاء الله بحول الله وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ أبدا شكرا لأسفي الآن الحضور لتغطية هذا الحفل. هذا الحفل يقدم
لصالح المتطوعين وكذلك المساهمين والمشاركين في برنامج أوراش اللي شرفت عليه عمالة مدينة أسفي تحت إشراف المجلس الإقليمي وكذلك بعض المؤسسات المصالح الخارجية، واللي كان وسيط في هذه العملية ديال أوراش واللي مكن من نجاح هذه عملية أوراش هي بعض الفعاليات ديال المجتمع المدني اللي كتشكل في جمعيات المجتمع المدني الحقيقية. وبينكم الآن نموذج الجمعية، جمعية الأيادي البيضاء التي أمثلها كمسؤول إداري عبد الربيع أحمد فوناس، والتي يترأسها الأخ والصديق عبد السلام قويرير. هي جمعية غنية عن التعريف، جمعية أعطت الشيء الكثير ولا زالت تقدم خدمات مواطناتية، خدمات لمصلحة هذا الإقليم ولمصلحة هذا الوطن. ونخص بالذكر نجاحها في إنجاح برنامج أوراش اللي نظمته بشراكة مع المندوبية ديال الصحة بمدينة أسفي وكذلك مديرية مستشفى محمد الخامس. شكرا لكم على الحضور، تحياتي لكم. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.